مرحبا بكم معايا مرة أخرى في فيديو جديد. قبل ما نبدا الفيديو بغيت نوجه الشكر الخاص لكاع الناس اللي شاركوا في القناة ديالي ودعموني بدي لايك ديالهم. كنقول لكم من كل قلبي شكرا لكم بزاف بزاف، ونتمنى دائما نكون على حسن الظن ديالكم ودائما نقدم الأفضل والأفضل. باش ما نطولش عليكم غير تحسوا بالملل، الفيديو ديال اليوم غيكون عبارة عن المكياج اللي مناسب اللي ابتداء من 5 دراهم وما فيهش 35 درهم، يعني مكياج رخيص ومناسب لأي وحدة ديال بنات الشعب هادي. مهم اللي كتهتم بهذا الأمر عزيز على تشوف هاد بحال هاد الفيديو بحالي سمحوا لي، حيت أنا كنبغي نشوف بحال هاد الفيديوهات اللي كيكون فيهم مكياج رخيص هذا وهذا، كنبغيو نستافدو من هاد الأمر حيت ماشي دائما نقدر ناخدو مكياج اللي كيكون شوية باهي الثمن، ولكن بعض الاحيان كاينين دي برودوي اللي كيكونوا غير خاص وكنستافدوا منهم. فوالا غادي نشارك معكم هاد لي برودوي اللي ابتداء من 5 درهم حتى 35 درهم، ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم. وما تنساوش الى عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتابوناو في لاشي ديالي باش دائما يوصلكم الجديد ديالي. الو باش ما نطولش عليكم نبداو الفيديو. الو اول حاجه انا غادي نبدا لكم بها فوالا هاد لي برودوي هادو بربعه، فهما زوينين بزاف وبغيت نشاركهم معكم. اول حاجه هاد السبراي اللي كيدار الجسم وكيخلي واحد الرائحه زوينه بزاف، هذا خديته من افون ديال 30 درهم، وتقدروا تاخذوا مع البارفيومري فوالا بنفس الثمن 30 درهم، كيخلي رائحه زوينه على الجسم ديالك نورمالمون تكوني خارجه من الحمام اكسيتيرا، وكتعملي كيخلي الرائحه وكتكون واحد المده طويله كتبقى على الجسم ديالك، يعني الثمن ديالو مناسب وحتى لي فيو ديالو رائع بزاف. فوالا هذا داير 30 درهم من افون، وبارفيومريك حتى هو داير لي 30 درهم. اي هاد زيت جونسون فوالا سبق لي دويت لكم على زيت جونسون، في بزاف ديال يعني مفيد بزاف انك وعادي الاستعمالات، ومن بين هاد الاستعمالات انا كنستعملو مع هاد لي كوتون، هادو لي كوتون دايرين 5 دراهم، هو جو بونس داير 160 ولا معرفتش 140 هاد جونسون، وبجوجهم انا كنديما كيبيهم، يعني ممكن ايفيتي لي برودوي الاخرين، يعني لي برودوي شيميك اكسيتيرا ما نكتبش لكم ما كنرشحش لهم بزاف. وكنستعمل هاد الزيت جونسون لقيت فيه الراحه ديالي وبقيت دائما كنداوم عليه، هو اللي كنمسح به المكياج فزوين بزاف، وتا هو كيمسح المكياج، وهذه من بين الحوايج اللي يعني في هاد الزيت جونسون ومهم بزاف انكم تعرفوها. فوالا ومن هنا نوريكم هاد الكوطون كيف قلت لكم داير 5 دراهم و160 الغلا على مسكين، وهانتي حيتي المكياج ديالك. ثالث حاجه اللي غنوريكم هي هذه هاد مزيل تاع الاظافر، بزاف ديال البنات كياخذوه، انا عارفه هاد المساله حيت هو اللي يعني هو اللي معروف وبيه كيمسحوا كاع البنات الصباغه ديالهم، هذا الثمن ديالو معروف 5 دراهم، كتاخذي من اي بلاصه فيما مشيتي غادي تلقاي هاد البرودوي، واخا تاخذي غير من عند الحانوت راه داير الثمن ديالو 5 دراهم. فوالا غادي نوريكم هاد البودر ديال الاطفال، المهم مابقاش فيه بزاف هاد البودر ديال الاطفال، غادي ندير واحد الفيديو اللي يكون كيخص زيت جونسون وهاد البودر ديال الاطفال، حيت فيهم بزاف ديال الحوايج وبزاف ديال تقدر تستعمل بهم بزاف ديال الحوايج، ومن بيناتهم كاين اللي كيستعمل هاد البودر ديال الاطفال في عوض انك تستعملي بودرة اخرى على الوجه ديالك، كيستعملوا هادي فهذه كتكون ديجا هي ديال الاطفال، يعني ما فيهاش دي برودوي اللي غيقدروا ياثروا على البشره ديالك، فكاين اللي كتستعملها وانا مره كنستعملها البشره ديالها في عوض انك تستعملي بودره اخرى، وهذه ديال الاطفال كتخلي واحد الرائحه زوينه حتى هي كذلك في الجسم ديالك، وتقدر تستعملها ايضا كمزيل للعرق، فبعض الاحيان هي كتخلي واحد الرائحه زوينه في يعني في عوض انك تستعمل برودوي اخرين. فوالا هذه الثمن ديالها 5 دراهم حتى هي ما غاليهش بزاف. كاين هاد لانجيت، هاد لانجيت هادو حتى هما كي يعني تقدر ديما كيبيهم الوجه ديالك، يعني الماكياج اكسيتيرا، فهما مزيان يكونوا عندك بحال هاد لانجيت هادو، حيت نورمالمون غادي تحتاجي ليهم، غادي تحتاجي ليهم الثمن ديالهم داير 10 دراهم
وثمن راه كيف ما كتشوفوا انه ثمن مناسب ويستحقوا حيت تقدر تستعملوه في بزاف ديال الحوايج ومن بيناتهم دي ماكيبي لوجي ديالك. فوالا هادو اول حوايج بغيت نوريهم لكم. غادي ندوز ثاني حاجه هما هادو مزيل للعرق ضروري خاص يكون عندنا برودوي باش يعني نستعملوه. انا كاين هذا من عند ماي واي فوالا وهذا اللي كاين خديته من عند بارفوم اكسترا يعني مول ماكياج. يعني ماشي بزاف ديال البنات كيستعملوه والثمن ديالو معروف يعني 20 درهم. وزوينين بزاف وخصوصا هذا ديال الخيار حيت كتكون فيه واحد الرائحه واعره بزاف. فوالا حتى هنا راه ديال الخيار يعني كتكون هاد ديال الخيار كتكون فيهم واحد الريحه زوينه بزاف بزاف. فوالا وبجوج بهم هذا ديال ماي واي خديته ب 25 درهم ولا مع 30 درهم المهم ما بقيتش عاقله ولكن هذا 20 درهم. فوالا هادو بجوج مزيلين للعرق. حاجه اخرى غنشاركها معكم فوالا ندخل شويه للعمق هاد الكرايون هذا. فوالا هاد الكرايون ديال المهم عرفت لا مارك كنت واخده من التمسحات المهم مكتوب عليه ميت لين لينر. هادو معروفين هادو تا همايا كيتباعو ب5 دراهم بالنسبه للناس كيبغيو الكرايون يكريو يعني الفم ديالهم قبل ما يوضعوا الغوج على ليف فهما الثمن ديالهم رخيص بزاف. هاد القلم الصغير هكا يعني رقيق كيكونوا دايرين 5 دراهم. حاجه اخرى كاين هاد القلم هذا اللي من عند فلورما زوين بزاف ونوار يعني سور يعني كيف ما كتشوفوا فوالا هو اللي مستعمل انا دابا يعني كيكون واحد اللون رائع بزاف ما نكذبش عليكم. هذا ما بقيتش عاقله على الثمن ديالو ولكن ما كنظنش انه فات 35 درهم حيت قديم راه فوالا راه بدا كيتسالى وهذا زوين بزاف ننصحكم به. فوالا الناس اللي كيبغيو ان يبان القلم ديالهم نوار 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 فوالا هذا راه من بين الاقلام اللي تقدري تستعمليه ديال فلورما تقدروا تسولوا عليه راه غادي تلقاو غير عند الماكياج اكسيتيرا فهما موجودين. فوالا كاين هاد لي ماسكارا هادي ديال ايسونس وكاين هذا ديال ماك. فوالا هادي ديال ايسونس راه معروفه بزاف ديال البنات كيستعملوها غنوريكم كيفاش دايره من الداخل. الا شفتوا لاحظتوا انها مايله فتقدري تحكمي فيها وفريمون كتعطي هذاك الديفي لي باغا. الا عملتوا غير مسطح وحده منها كتعطيكم هذاك الفوليوم ولا عاودت كوش ثانيه ثالثه فكتبان انك دايره الرموش لعينيك. في الثمن ديالها دايره 30 درهم وزوينه بزاف هاد لا مارك ديال ايسونس. هادي ديال ماك ما غاديش نقول لك ما غاديش يعني حتى هي زوينه فوالا الموج ديال حتى هي كتعطيها هذاك الفوليوم اللي نتي باغي ولكن ما غاديش ماشي بحال ايسونس كي يعني الا عاودتيها ثالثه وثالثه ثانيه وثالثه غتبني دايره رموش لا ولكن كتعطيها هذاك الفوليوم انك دايره ماسكارا لعينيك. هادي ديال ماك حتى هي دايره 30 درهم بحالها بحال ايسونس. فوالا غنوريكم هاد بيبي كريم اي سيسي كريم اي هذا تا هو من افون. فوالا غندير لكم بهذا هذا الزوين البنات بزاف 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 ننصحكم بالشراء ديالو خصوصا البنت اللي عندها البشره بحالي مختلطه فانا باردون دهنيه حيت غير كنستعمل غير هو اللي مستعمل دابا كتستعملي غير شويه منه كيعطيك كيكون واحد النتيجه يعني ما تكثريش منه. غنوريكم كيفاش باش تكون استفاده. فوالا كتبقاي هكا حتى كي تقاد لك على الوجه ديالك وكيبان هذاك الفرق وكتباني انك ناتوريل بحال ما دايراش شي حاجه لوجهك يعني كيبان عادي بزاف. هذا الثمن ديالو كذلك 35 درهم من عند افون. فوالا كاين هاد السيسي كريم ديال فارماسي
ما عرف ندير لكم هكا ولا هكا، مهم ما عليناش. مهم فارماسي هاد دي سي سي كريم تا هو زوين بزاف بزاف كتستعمل الاخت ديالي. اي يعني بالنسبه للبنات اللي عندهم بشره جافه، سي سي كريم جو بونس انه موالمكم، ومن عند لا مارك فارماسي كيف ما قلت لكم. والثمن ديالو راه داير 30 درهم 35 درهم، ما فايتش هاد الثمن. غنوريكم هاد البيبي كريم، بيبي كريم بلس. هذا كنت خديته من افون مؤخرا، كانوا دايرين ليه بروموسيون اكسيتيرا، وخديته ب 14 درهم باردون 70 درهم. يعني كانوا دايرين ليه هكا غير بروموسيون، خديته حتى انايا، المهم الهوتات كيف ما كنقولوا. ولكن الثمن ديالو يعني الاصلي ما عرفتوش، ما كذبتش عليكم. المهم راه غتلقاوه في فارم في افون، والثمن ديالو الاصلي كيف قلت لكم ما عرفتوش، وحتى هو زوين بزاف تقريبا بحال الاخر، ولكن غير هذا ولا لا كبير بزاف. غير هذا كيكون مشوي مجهد على الوجه ديالك، شفتو الا بقيتو هكا تعدلي على وجهك غيبان واحد فرق بزاف بزاف، وزوين صراحه. يعني كي كتبان انك داير شي حاجه لوجهك، ولكن او ميم طون واحد الشكل رائع. وهذا الثمن ديالو كيف قلت لكم خديته انا ب 70 درهم، كان دايرين ليه بروموسيون. غنوريكم هاد بنانا اللي معروفه بزاف بزاف ديال البنات كيستعملوا. فوالا ما كنستعملهاش بزاف حيت ما كنبغيش ندير بودر لوجهي. اي هادي ما كنبغيش لكم، خديتها غير بارفوم بري جو بونس، دايره 25 درهم. وهذه هي المتوسطه، كاينه اللي كبر منها وكاين اللي صغير منها. فوالا 25 درهم. غنوريكم هاد البودر هذا، فوالا ديال كالر، فوالا غنوريكم كيفاش كيكون. شفتو هو فيه يعني في الوان على حساب البشره ديالك. هذا كذلك من عند افون، الثمن ديالو 30 درهم، زوينين بزاف. بزاف ديال الناس كيستعملوا هاد لا مارك هادي، حيت بصح يعني كتعطي داك ليفي اللي انت باغاه على حساب البشره ديالك. ونصيحه انك كل ما بغيتي تاخذي شي بودر يكون شويه مختلف على البشره ديالك، باش يبان تبان لك النتيجه زوينه ورائعه. فوالا غنوريكم هاد الكابوكي هذا اللي كنت خديته، كانوا دايرين لي 25 درهم، زعما راني تشطرت على راسي وخلى عليا ب 20 درهم. زوينين بزاف، عجبني حيت رطاطا بحال هكا، وانك تابليكي به الفراجو هائل بزاف. و 25 درهم الا يعني كيف قلت لكم انا خديته 20 درهم. الثمن ديالو زوين بزاف، هي شويه 25 درهم على هادي كيبقى ما كنعاود، ولكن سهل حيت زوينه في الخدمه ديالها. وكاين هاد النوع هذا، فوالا كيفاش كيكون، ما اجمي تسد، فوالا كتفتحيه بحال هكا وكيولي هكذايا، حتى هو زوين. فوالا هذه الثمن ديالها 25 درهم، يمكن 25 درهم ما عرفتش، غتكون 25 درهم 20 درهم حتى هي كذلك، غالبا ما غتكونش فيها هاد الثمن. حتى هي زوينه بزاف الا بغيتي تقدي بها فراجو. غنوريكم هاد الفراجو ارخص واحد عندي، حيت كيف قلت لكم تحدي بماكياج اللي رخيص. فوالا هو راه مات مات، يعني كي الا درتي على الوجه ديالك ما كيبانش انك دايره شي حاجه. فوالا هو اللي مستعمله دابا، كيبانو انك بحال مزلنقه من عند الله. غنوريكم كيفاش كيجي، شفتوا فوالا الا بالكم هنا راه عامله وكيبان ناتوريل، يعني بحال ما دايره حتى شي حاجه لوجهك. هذا الثمن ديالو 300 ريال وما غاليش كيف ما كتشوفوا، وارخص واحد خديته حتى لدابا. يعني رائع، عجبني بزاف بزاف في انه كيجي على الوجه ناتوريل كانك ما دايره حتى حاجه. هو اللي كاين. وغنوريكم هاد هايلايت، هايلايت ديال اناستازيا. فوالا كاين هاد الكولور هذا، وكاين اللي ابيض
وهادو الثمن ديالهم دايرين 25 درهم، فخلى لي 20 درهم من زعما راني تشطرت. فوالا غنوريكم كيفاش كيجي، ماشي غيبان لكم ولا لا؟ فوالا راه كيبان بريون وكيجي هائل على البشره ديالك. فوالا غنوريكم هاد لا باليت دي نيكيتو، هادي اللي خديتها حتى هي بثمن مناسب. نوريكم لي كولور اللي متواجده فيها. فوالا فيها جميع لي كولور، تقدري تستعمليها كيف ما بغيتي. الثمن ديالها دايره 30 درهم من عند من المكياج كذلك، يعني مناسب. وغنوريكم هاد اونتي سيرن ديال كوزميتيك، فوالا ديال كاتريس كوزميتيك. هذا زوين بزاف البنات، خصوصا البنات اللي ما عندهمش سيرن بزاف تحت من العين ديالهم، تقدروا تستعملوا غير هذا، فهو كيجي زوين بزاف. فوالا فهذا كيدرك وكيعطي حتى هو ليفي ديالو. هذا خديته ب 20 درهم. فوالا من عند هو مول المكياج، الثمن ديالو زوين بزاف وعجبني في الخدمه ديالو. غنوريكم هاد لا باليت، هادي هو لا باليت ديال اللي فيها كاع لي بانسو اللي تقدر تحتاجي ليهم، وكاين والثمن ديالهم كان مناسب. فوالا غتقاد فوالا كيف ما كتشوفوا كاع لي بانسو اللي غتقدري تحتاجي ليهم متواجدين هنايا. ف هذه كنت خديتها حتى هي من عند يعني من المكياج هكا عادي. الثمن ديالها 25 درهم، يعني ما ماشي شي ماك ولا هذه، ولكن يعني حتى لهذوك البنات المبتدئات وبغاو غير يتعلموا اكسترا، فهاد لي باليت كيكونوا رخاصين بزاف. نبداو بهم عاد ندوزو لي ماك اخرين، والثمن ديالو 25 درهم. فوالا غنشارك معاكم هاد الكريم هذا ديال نيفيا. بصراحه انا كنت كنستعمل نيفيا سوفت، قلت نبدي شويه وخديت هذا نيفيا كير، حتى هو زوين بزاف والرائحه فيه كتكون رائعه بزاف بزاف. الثمن ديالهم داير 300 دريال، هذا نتوسط فيهم فهو داير 300 دريال، وزوين بزاف يعني تقدري تستعملي ليداتك، وهذا كيخلي الريحه رائعه بزاف بزاف. البنات غنوريكم هاد البيوتي بلاندر. فوالا ضروري تكون عند اي وحده بيوتي بلاندر، هي اللي غادي تابليكي بها يعني بيبي كريم ديالك اكسيتيرا. فالثمن ديال لي بيبي كريم كيكون معروف بزاف، الثمن ديالهم كيكون 10 دراهم، ويلا بغيتي تاخديهم يعني هكا بجمله كيكونوا في واحد يعني القرعه هكذايا، كيكونوا شي 6 هكا بهم كيتباعوا، خصوصا اللي خديتيهم المهم هنا في كازا كيكونوا عند ماني المكياج اللي متواجدين في دير السلطان هكا. الثمن ديالهم رخيص بزاف، تاخدي منهم قد ما بغيتي. اما الا خديتي غير عند مول المكياج الثمن ديالهم 10 دراهم الوحده. فوالا شنو اللي مازال ما وريتكمش، اي ترى هاد الصبايغ هادو. فوالا صبيغات، هاد الصبايغ كاملين زوينين والثمن ديالهم رخيص. كاينه لهنا اللي خديتها 5 دراهم، كاين اللي خديتها 10 دراهم، كاين اللي خديتها 160، وبزاف راهما بزاف ديال الصبايغ ما بغيتش نجيبهم كاملين، ولكن اللي بغيت نقول لكم ان الثمن ديالهم ابتداء من 5 دراهم حتى 10 دراهم ما كيكونش فايتين، وزوينين واخا الثمن ديالهم رخيص، ف يعني تقدري تستعمليهم وكيبقاو مده طويله. فوالا البنات الوغ كنظن هادشي اللي كاين وبغيت نشاركو معاكم، نسيت حتى شي حاجه. ياكو سا مارش. الوغ نتمنى يعجبكم الفيديو ولا يعجبكم لي برودوي واستفدتوا منهم. ما تنساوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه ديالي باش دائما نقدم لكم الجديد. وش غنقول لكم، شكرا لكم بزاف على الثقه ديالكم، وبسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.